تعرفي يلي بعرفه عنك، عندك خالة بألمانيا وعندك ولدين بنت وصبي، وصديقتك المقربة ميرال، وكمان على أساس أنك مرتي، وهذا كل شي بعرفه عنك آسيا. ما في شي تاني مهم لحتى تعرفه؟ أكيد في تفاصيل تانية ومهمة، مثلا ذكرياتك عن البيت اللي عشت فيه وعن طفولتك وشو كان بيشتغلوا أهلك وكيف عشتي مراهقتك، يعني كيف كنتي بنت قوية ضعيفة بالمدرسة، مين أول حدا حبيتيه، وليش اتطلقتي من زوجك. في شغلات كتير ما بعرفها. يعني عم تطلب مني أحكي لك قصة حياتي؟ إيه ما عندي مشكلة، بضل الصبح عم أسمعك. قصة حياتي ما رح تاخد كل هالوقت. تزوجت من شخص أهلي ما كانوا رضيانين فيه، بعدين صار عنا بنت، وبعدين هو تركني بيوم ولادة ابني. من وقتها عم اشتغل لأصرف على أولادي، يعني لحتى قدرت وصلهم لهاليوم. طيب ليش هو عمل هيك وتركك لحالك؟ كان بده يعيش حياة أفضل من اللي عايشها معنا. ما فهمت. لأنه بعد ما تركني تزوج وحدة غنية وبنت عيلة، واضح أنه حب يعيش حياة العز والمال. هو إنسان كتير غبي، آسف على هالكلمة. لا عادي، خد راحتك، سبيت عليه كتير بعد ما تركني لحالي. ليش عم تضحك؟ لأنه لما تخيلتك عم تسبي حسيت شكلك طلع بيضحك. بتمنى ما سب على حدا تاني. وأنا كمان بتمنى. كتير حلو هاليوم مو هيك؟ ايه حلو، منيح اللي طلعنا. بدي أسألك سؤال. عم تشمي شي ريحة طالعة مني؟ ماهر كنت رح أطق وأنا عم شمها، بس خجلت أسألك شو هي الريحة اللي حاططها. ريحتك مثل هارون بيك. الله معك حق، أصلا مين بيحط هالريحة بيناتنا غير هارون بيك؟ أوغور جبرني حطها مشان تعجبك ريحتي. مو معقول، بدي أعرف هالولد من وين بيجيب هالأفكار. مو مشكلة، أنا وعدته أنه ما أحكي لك وأنت عملي حالك ما بتعرفي شي. كمان بدك توعديني إنك ما تقلي له إني ما كنت لابسها، لأنه عطيته وعد إني ضل لابسها لأنه ابنك. مفكرني رح أطلع كتير حلو بهي الببيون. معلش خلينا نسايره للولد أحسن ما يزعل منا. ماشي آسيا؟ خلص ماشي، ما رح أحكي. Gel dersin gelmez, bu acı bitmez, çaresizim çaresiz. Gün gelir arkasından koşarsın bekle dersin, bir kere dönüp bakmaz, çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca dert eder. Arkasından gitsem mi? Sonunda ayrılık var, çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece.
acı bitmez çaresizim çaresiz. Bir zamanlar ne mutluyduk, gelecekten umutluyduk. Gittin her taraf sessiz çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. ماما بشو حشيتي قالب الجاتو بالموسشي؟ هالمرة حشيت قالب الجاتو بالفريز لأنه نرجس كتير بتحبه. مو مشكلة الفريز طيب. تعي أختي طفي الشموع لحتى نغني لك شوي ونزقف لك ونقطع الجاتو ونبلش أكل. خلي ماما تقطعه وبلشوا أكل. أصلاً مو جاي عبالي طفي الشموع. نرجس لا تطلعي فيني هيك، إذا اشتريتي لي هدية ما بدي إياها. يمكن جبت لك هدية كتير رح تعجبك. أمي أنا قلت لك شو الشيء اللي بيعجبني وأنتي قلتي هالشي مستحيل. تعرفي إني ما قدرت نام الليل وأنا عم فكر فيكي، لهيك أنا غيرت رأيي مشان ما تضلي عم تبكي وزعلانة بنتي. عن جد عم تحكي ماما غيرتي رأيك؟ يعني رح يجي بابا ويحتفل معي؟ إيه أنا عزمته. شكرا كثير ماما، ما بعرف كيف بدي اشكرك، انت هلا فرحتيني كثير. تعال بنتي الحلوه. وانا وانت كمان ابني المدلل والغالي. وقول شيل اصبعتك عن قالب الجاتو تبعي. ايه الحقيني، يلا اختي تعال هون سريع. مسكيني يلا، ما فيك تمسكيني انا اسرع منك. لا ما رح تقدري تمسكيني. ماما ايمت بدنا نغني سنة حلوة يا جميل؟ يلا بعد شوي أقول. اوف ماشي، بس انا مشتهي اكل جاتو. ماما بابا بيعرف هاي الحديقة مو هيك؟ طبعا بنتي بيعرفها، معناتها اكيد رح يوصل بعد شوي، انا ناطرته. يلا جمال تعال بقى، ما رح سامحك إذا كسرت بخاطره. تعال يا بطل. سيماي أهلين يا روحي. أهلين. يلا يا أولاد خلونا نفوت. يلا حبيبي خلينا نفوت. هيلين حبيبتي اسمعي، ما في داعي فوت لجوا، ما بدي اتاخر على الشغل. ماشي حبيبي، معناتها انا رح لهي احمد احسن ما يتضايق. ماشي حبيبتي، انتبهوا حالكم يلا. تمام. Thank you.
بدنا نطفي الشموع لأنه إذا ضلت شغالة رح تدوب. خلص أقول شو بك سرعتنا بقالب الجاتو، بعد شوي منطفي الشموع. شبك نرجس لا تعصبي على أخوكي، شفتي كيف زعل؟ أنا ما حكيت شي بيعصب، كان قصدي إن الجاتو رح يتوسخ بالشمع وهيك رح تزعلي عليه. كلام أخوكي مزبوط، طفي الشموع أحسن ما يدوبوا كلهم عليه وينتزع. لا رح استنى شوي كمان. العمى شو هالزحمة هلا؟ شو هالحظ؟ خلصوني امشوا. يلا زمروا وطوجوني أكتر، خلصوني بقى امشوا، يلا امشوا. لك يلا امشوا يلا. رح يطق راسي من هالزحمة، افتحوا الطريق بقى. شي بيجنن. ها؟ وأخيرا يلا خلصتوني. شبك نرجس انتبهي ايديك تحترق. كمان هالمرة ما اجا، كذب علينا. لا تزعلي بنتي، هذا غلطي أنا، هذا غلطي لأني رجعت وثقت فيه. يا ريتني ما قلت له يجي معنا. جاية يا بنتي جاية لحتى أحتفل معك. جاية استنيني استنيني. جاية ليكني رح وصل. شو كان بيخسر لو اجا واحتفل معك يعني؟ يا روحي بنتي لا تزعلي يا عمري، ما بحب شوف دموعك حاج تبكي بقى. أهلين يا بطل، يلا خد هاي البالونات مني. شكرا لأنك اجيت، هاي أحلى مفاجأة بكل حياتي.
نرجس أنا ما كان قصدي أعصب عليكي، عيطت بدون ما أحس. لا تعصب مرة تانية. ما عم صدق عيوني، هي صارت إذا حبيتها فهي لإلك. يا سلام بابا، كتير عجبتني، هي اللي كنت أحلم فيها. شكراً كتير إلك، أنا عن جد بحبك أبي. مبين إنه ماهر إنسان قلبه كتير طيب، مو هيك ماما؟ أنت قتلت حدا من قبل؟ لا، بس بتعرفي نرجس، عن جد لو كان هذا الزلمة يلي حاول يضرك كنت أنا يلي رح أقتله بدون ما أتردد. لما بحب شي من كل قلبي ما بتخلى عنه أبدا. يعني أنت بتحبنا كتير؟ إيه كتير، أنا جنبكن دائما يا بنتي ورح أحميكن وما رح أسمح لأي شخص يضايقك أو يزعجك، لا تنسي هالشي، اتفقنا؟ أهلين بابا. أهلين بنتي حبيبتي. وأنا كمان بدي أحضنه. بتمنى تقبلي هاي الهدية. وجودك معنا كان أحلى هدية، ما كان في داعي تتعذب. ما تحكي هذا الكلام، ما في شي من قيمتك حبيبتي. يلا أختي افتحيها لنشوف شو هي الهدية. بعد عنا هاي هديتي، ما رح ألمسها بس بدي شوفها. آسيا ليكي، آسف إني ما خبرتك، حبيت أعملها مفاجأة، انزعجتي مني؟ معقول انزعج منك ماهر؟ بس شو عرفك إنه نحن أجينا لهون؟ كانوا أوجور وأحمد عم يحكوا، سمعتهم وفهمت إنكم عم تحضروا لشي، بس إذا كنتم مخططين تحتفلوا لحالكم ومو حابين حدا تاني يجي فأنا بعتذر. بدك روح هلا؟ ماهر أكيد ما بدي إياك تروح، تفضل أهلا وسهلا. شوفي هي القطعة مكانها هون. ماما بابا اشترى لنا لعبة تركيب، رح نركبها سوا. شفتي وأنا كمان. طيب بس ما تضيع ولا قطعة. ما تقلولي طفيتوا الشموع قبل ما أجي؟ لا لسه ما طفيتهم، هدول الشموع قدامة، ثواني لحط لك جداد.
يلا تمني أمني. برافو. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. كل سنة وأنت سالمة. وأنت سالم. Derdim sana doymaz, doymaz yine. Bu efkar bir tarifi yar, kitaplara sığmaz, sığmaz yine. Alma, alma. Yalanım yok, yok günahım yok. Gayrı duy figanımı, benim sensiz muradım.